بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. يحدثني قبل أيام أحد خدمة الإمام الحسين عليه السلام، وهو من الذين يعملون في خدمة الإمام الحسين في صحنه الشريف، وهو لديه ما شاء الله يعني ذوق في خدمة سيد الشهداء، ولديه موكب لخدمة سيد الشهداء في زيارة الأربعين. يقول: الحادثة وقعت تقريبا قبل 4 سنوات في زيارة الأربعين عند وقت الليل. يقول: أنا قد وضعت شادر للنساء، خيمة للنساء وخيمة للرجال، وكذلك لدي بيت خاص لمبيت النساء وبيت خاص لمبيت الرجال. يقول: تفاجأنا ببكاء امرأة مع امرأة أخرى، وزوجتي عندما خرجت لهن تبين بأنهن يبكين على ضياع ابنتهن الشابة التي لم تتجاوز من العمر 21 سنة، يبكين بالشدة على فقدها. الزوجة زوجتي قالت لهن بأنه عليكن بأن تبحثن عنها، ونحن كذلك سوف نبحث. وقلنا، وزوجتي قالت لهن، يعني لهن: كيف قد أضعت الفتاة؟ كيف ضاعت؟ قالت: نتيجة الازدحام أصبح. وتعرفون جيدا كلما تقترب أو يقترب الزوار من المنافذ حول الإمام الحسين عليه السلام كلما كان هناك ازدحام كبير. فيقول: نحن عندما اقتربنا إلى منفذ من منافذ زيارة سيد الشهداء أصبح هناك يعني ضغط كبير من ناحية الزوار، وفقدنا الفتاة. على كل الأحوال أنا بدأت أعمل على اتصالاتي بالمواكب الأخرى وأسأل: هل وجدتم فتاة بعمر 21 وهي ترتدي العباءة وتلبس البوشية، تلبس البوشية وهي فتاة لا تتجاوز العمر 21 واسمها زينب؟ على كل الأحوال ما هي إلا ساعة وساعة وقليل، وإذا بالفتاة تدخل على خيمة النساء فجأة. فهرعت إليها أمها وجدتها واحتضناها إلى غير ذلك، وهي كانت تبكي. وعندما سألاها مع زوجتي أيضا: كيف وجدت الخيمة؟ كيف عرفت إن أمك هنا؟ إن جدتك هنا؟ من أخبرك؟ قال: صراحة عندما أنا تهت وضعت بين الزوار، وكان الكلام قبل صلاة المغرب، ذهبت يمينا وشمالا وهناك بعض المواكب الحسينية لديها سماعات، قلت لهم: هل لا ناديتم باسمي أم فلانة إلى غير ذلك؟ لم يجدوا يعني ما أحظى به عليكن. فماذا فعلت؟ وقع في قلبي في هذه اللحظات أن أندب صاحب الزمان سلام الله عليه: يا صاحب الزمان أغثني، يا صاحب الزمان أدركني من كل قلبي. وللمعلومة كما قالت هذه الأم عن ابنتها بأن ابنتي من النوع الملتزمة بالحجاب بشكل عجيب وغريب، لا تتركه أبدا. حتى عندما يأتي إلينا ضيوف، وهؤلاء الضيوف لديهم أطفال صغار، تلبس العباءة وتلبس الحجاب، هكذا هو التزام فوق الطاقة. ولكن الله سبحانه وتعالى يثيب هؤلاء الذين يتورعون ويحتاطون إلى هذه الدرجة. وابنتي تصلي الصلوات في أوقاتها، ودائما تدعو بدعاء الفرج لمولانا صاحب الزمان، ودائما لديها علاقة خاصة بصاحب الزمان في يوم الجمعة من قراءة دعاء الندبة، قراءة زيارة آل ياسين، إهداء الصلوات، دعاء الفرج إلى غير ذلك. فابنتها زينب تقول بأني قد ناديت في قلبي وبصوت خافت: يا صاحب الزمان أغثني، يا صاحب الزمان أدركني. وتقول: فجأة ورأيت شابا يقترب مني، وقع في قلبي خوف منه أولا، ولكن سبحان الله بمجرد أن قال سلام عليكم ورددت عليه السلام شعرت وكأن ماء باردا من الاطمئنان، من الراحة النفسية، من ذهاب الخوف والقلق والاضطراب إلى غير ذلك، وقع في قلبي ويجري في قلبي. فقال لي: امشي خلفي، اتبعيني، سيري ورائي. تقول: ما هي إلا خطوات. ووقف عند خيمتنا هذه، عند هذه الخيمة. ثم عندما رأيتك أنت يا أمي ورأيت جدتي وبدأت أبكي اختفى فورا.
الحاج الذي حدثنا بهذه القضية الرائعة الكرامة المهدوية قال وأكمل حديثه في ليلة كانت رائعة من زيارة الأربعين الماضية، يقول بأنه عند الليل جلست هذه الفتاة أيضا تبكي، فجلست أمها، جلست بعض الزائرات، زوجتي قد ذهبت إلى مكان مبيت النساء، لماذا تبكين إلى غير ذلك؟ قالت لأن توا رأيت صاحب الزمان سلام الله عليه وقال لقد أتيت إليك راعيتك لمراعاتك الحجاب لأنك من البنات اللواتي يحافظن بشكل جيد ممتاز على الحجاب على العباءة، تغضين البصر، أخلاقك عالية، هواي تدير بالك على العباية، هواي تديرين بالك على النظرة إلى الآخرين، كيف تجلسين، كيف تقومين، كيف تتحدثين، وهذا كله في عيننا، قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، فاطمئني أنا معك دائما وأبدا. تقول هذه الفتاة كما تتحدث زوجة الحاج الذي حدثنا بالقصة بأن هذه الفتاة تتواصل مع زوجة هذا الرجل وتقول بحمد الله عز وجل لم أدعو يوما من الأيام صاحب الزمان سلام الله عليه بالشيء إلا وشعرت بأنفاسه القريبة، إلا وشعرت بإجابته القريبة إلى غير ذلك. هذا هو بكل بساطة، بأن الإنسان عندما يلتزم بالحجاب، المرأة عندما تلتزم بحجابها تلتزم بعباءتها، وليس فقط صورة وإنما فعل حركي على مستوى اللسان، على مستوى النظر، على مستوى الجلسة، وتكون محتاطة جدا من الآخرين، فتظهر بمظهر زينبي فاطمي خديجي إذا صح التعبير، طبعا تكون محل احترام أئمة أهل البيت عليهم السلام، تكون محل احترام مباهات الله عز وجل، الله عز وجل يتباهى بها، الملائكة تتباهى بها، وأهل البيت يتباهون بها، وكذلك السيدة فاطمة عليه السلام تتباهى بها. وكيف أن هذه الفتاة الملتزمة إذا ما نادت يا صاحب الزمان أغثني كيف لا يأتي لها صاحب الزمان سلام الله عليه، وهي التي عن طريق حركاتها وسكناتها وكلامها وتصرفاتها تتحدث وتحيي أمر أهل البيت عليهم السلام، أمر العباءة الفاطمية الصحيحة، حجاب الزينبي الصحيح، الحركات الزينبية والفاطمية الصحيحة. أحيوا أمرنا رحم الله من أحيا أمرنا، هذه الرحمة وصلت إليها من قبل صاحب الزمان لأنها أحيت أمر أهل البيت بالعباءة والحجاب، بالتكلم، بالتصرف، بالجلوس، بالشكل الصحيح. كونوا لنا دعاة صامتين. كانت هي تدعو النساء الأخريات إلى الالتزام عن طريق أخلاقها، عن طريق تصرفاتها، ليس فقط لقلقة اللسان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نحظى كذلك برعاية صاحب الزمان كما حظيت هذه الفتاة زينب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا نحن وإياها، وأن تنتهي نياتنا بهذه النية الخالصة في التطبيق لمنهج السيدة فاطمة، لمنهج السيدة زينب عليها السلام في بيوتنا إن شاء الله تعالى. برنامج صباحات ولائية من محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام.